من جديد ده كل التحية ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام كابتن ممدوح اسماعيل والكابتن ندى ايمن. طبعا زي ما حضرتك قلت عريس الليلة وواحد من اساطير النادي الاهلي والقارة السمراء، واحد من اساطير الكرة الطائرة الكابتن حمدي صافي. كابتن حمدي برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي. مش هتكلم على مباراة اليوم، هتكلم على انجاز للموسم السابع على التوالي مع توليك القيادة الفنية للفريق، 19 بطولة النهاردة البطولة ال 20. الف مبروك، انجاز جديد بيضاف لفتيات الذهب. في الأول طبعًا إحنا بنرحب بالكابتن هيثم السعيد وضيوفه كابتن ممدوح وكابتن ندى، بقول لهم أهلًا وسهلًا وشكوا حلو علينا النهارده. الحمد لله بطولة جديدة بتضاف لبطولات فتيات الذهب طائرة سيادات النادي الأهلي، متعودين دايمًا على البطولات. السنة دي ما كانش لنا الحظ إن إحنا نروح البطولة الأفريقية، بس الحمد لله عوضنا الدوري وإن شاء الله الكأس في الطريق، ومستقبل ان شاء الله باذن الله لينا. احنا عندنا الفرقه يعني النهارده بتلعب طبعا بتقريبا 50% من قوتها، عندنا غياب فريد العسقلاني ودعاء الغباشي عشان منتخب الشاطئيه كره الطايره الشاطئيه. احنا فضلنا طبعا مصلحه المنتخب لان احنا الحمد لله كنا حاسمين البطوله قبل المباراه ديت، وقلنا ندي فرصه لمجموعه من الناشئات. النهارده ظهروا بمظهر طيب، عندنا مي غزال، فريده الحناوي، سلمى سعد، الحقيقه كلهم نزلوا وادوا اداء كويس ومبشر للمستقبل باذن الله. الحمد لله نقطه في غايه الاهميه واحنا متعودين عليها في النادي الاهلي، على الرغم من المباراه تحصيل حاصل والاهلي حسم يعني الفوز بالبطوله، ولكن المباراه كانت هتغير في ترتيب نادي الزمالك ونادي الصيد، لكن الجديه للعبت النادي الاهلي والتصميم على الانتصار اعتقد هو ده عنوان النادي الاهلي. اكيد طبعا معروف عن النادي الاهلي انه ما بيتقاعس وما بيأثرش في اي مباراه، حتى لو هو حسم البطوله لا بيلعب جد جدا وبيلعب بكل قوه. النهارده كنا ممكن عندنا ناس كانت مصابه من فتره بكورونا واصابات تانية، كنا ممكن نريحهم لان البطوله خلاص تقريبا احنا حسمناها، لكن فضلنا ان احنا نلعب النهارده بكل القوه اللي موجوده، ولما جه وقت قدرنا ندي للناشئات اديناهم، استفدنا من المباراه الحمد لله للكاس باذن الله. حمدي اخيرا تجديد الدوافع، يعني انت كلاعب متعود اتعودت دايما على البطوله ورا بطوله، لكن 26 بطوله على التوالي لدرع الدوري للفريق ده، تجديد الدوافع ازاي وشافوا الاصعب ليك كلاعب؟ كنت بتجدد دوافعك ولا تجديد الدوافع كمدرب؟ الحقيقه طبعا السنه دي كانت صعبه جدا، ظروف الكورونا تقريبا ما لعبناش ولا مباراه طول السيزون كاملين، لازم تلاقي كل مباراه لعيبه اثنين غايبين سواء كورونا او الاصابات الثانيه، فكان موسم صعب الحقيقه. طبعا حته تجديد الدوافع ده احنا الفتره الجايه عندنا دوافع كبيره ان احنا نعوض غيابنا على البطوله الافريقيه الموسم دوت، واحنا كنا البطل السابق، ان شاء الله باذن الله في المستقبل الفريق ده يقدر يحقق البطوله باذن الله الموسم القادم. اشكرك يا كابتن حمدي وبالتوفيق ومزيد من البطولات لفتيات الذهب. شكرا شكرا. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع واحد من اساطير القاره السمراء والنادي الاهلي كابتن حمدي الصافي، طبعا اتكلم على الانجاز وتجديد الدوافع بالنسبه لفريق الكره الطائره للنادي الاهلي، كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي. ومن جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. مراسلنا فاروق